جوك على 90.3 وتحفل العشوية. 1 2 3 4. من الاثنين للخميس من الاربع للستة تلقى جوك على 90.3 وحفل العشوية بالموسيقى والثقافة والربح مع نور وليكرونيكور في جوك على 90.3 على الحياة فام. حفالي وجونا عالي. الحياة فام زهرة الحياة. جوك على 90.3 وتحفل العشوية. 1 2 3 4. من الاثنين للخميس من الاربع للستة تلقى جوك على 90.3 وحفل العشوية بالموسيقى والثقافة والربح مع نور وليكرونيكور في جوك على 90.3 على الحياة فام. حفالي وجونا عالي. مساء الخير يا مرحبا بعاصمة بالناس الكل اللي عدلت موجت علينا وين ما كنتوا برونشي وتسمعوا فينا على 90.3. هكا نبداو معاكم الانطلاقة نتاعنا ان شاء الله. بون ديبي دو سيمين للناس الكل ان شاء الله. بداية اسبوع موفقة للناس الكل. هكا نرجعوا لكم كيما كل يوم الاثنين حتى الخميس من توا حتى اكيد الستة نتاع العشية بفقراتنا بالحاجات المزيانة الكل أكيد كما تعودتوا بينا ديما موجودين معاكم بمختلف الفقرات إن شاء الله. المعلومة والضحكة على ذمتكم. سينون ديما أرقامنا موجودة على ذمتكم 70-35-120-70-35-120. قدموا تحية للأكيب الكل والناس الساعة قبل ما اللي تتفرج علينا فيا فيسبوك. ونفس لكوكو الناس الكل اللي تتفرج علينا على الباج أوفيسيال متاعنا الحياة FM. هكا تلقاو ليميسيون الكل على الباج. تنجموا تتابعوا الاستوديو, تنجموا تتابعوا ليكيب, تنجموا تتابعونا الناس الكل. سينون ديما كيما قلنا يعني معاكم بتعدد الفقرات. تحيه كبيره لكل ليكيب الكل اللي يسامن لكم الحصه لليوم. امن بخيت دائما في قياده الفريق كوتي تكنيك واخراج. ايضا تحيه كبيره لسهيل كوتي ديجيتال وكل ما هو اخراج في التصوير والأجواء الحلوة الكل يتروا فيها على الباج فيسبوك أكيد وراها سهيل. تحية زد الأنس اللي بشكول في الصندوق وفي استقبال تليفوناتكم. معكم نور البيجي من قدام الميكرو. هكا جو مكسكوز شوية على الغوم. هكا الميساج ميساج على خاطركم أكيد احنا هكا نجيوكم ديما في نفس الوقت في نفس الموعد وفي نفس الميسيون. أكيدنا ديما حاضر. جيتو ما جيتش وحدي جي وحدي لما حالة ومرحبا أخويا مسيح. مرحبا أعطيني إكرام الله خل نشوفه اللي داخل هكا يا أخويا. مرحبا يتسهل باللونتين مع هذو ما اللقطات هذو ما نحبهم. مشي حليتك البيت يا أخويا. مرحبا يا أخويا زارتنا البركة. مرحبا بيك يا سيدي. مرحبا نورتنا. يعيشك ميساج ما يقول لك كيفاش يقولوا الغايب حشته معاه واللي عامل روتار كيف كيف حشته معاك يا سيدي. مرحبا بيك. سافار ويكاند عطيتو مريق الويكاند بي بون فور المدام لاباس الاجواء كل عائله باهيه. فما تحضيرات الرمضان؟ رمضان طالب شحكيو عليه مع سيد ولي إذا كان ساعة ربي كان بحضرنا طالب ها؟ إجراءات الخاصة بولاية الكروان وتحضيرات ولسا عددات صلاة الجهوية وغيرها. والحمد لله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله احنا بشحكي وزاد ان شاء الله. هاو بشعتي هكا نقول للناس الكل اللي قاعده تسمع فينا ان شاء الله الجمعه هذه الكل باش تكون عندها علاقه بتحضيرات شهر رمضان المعظم من يعني بلوزيور اونغل. باش ناخذوا برشا مواضيع اكيد باش نخرجوا للشارع التونسي وباش نحكيوا على برشا مواضيع اللي تهم التحضيرات فيما يخص شهر رمضان المعظم. مرحبا بحمزة بشيخ اللي ديما منورنا. يا مرحبا. عسلامتكم. مرحبا بكم الناس الكل. تعديت جمعة باهية ترفيهيد هكا والحمد لله. الحمد لله. معناها عديت بون ويكاند. عديت شيء بكل صراحة. الحمد لله. مرحبا بك. الحمد لله يا رب لك الحمد. هذيك اللي به الفايدة. مرحبا بكم الناس الكل. مرحبا بكافة مستمعي إذاعتنا. باش ننوروكم اليوم. استنونا في فقرة كلمة وحكاية. خليكم برونشي بالحق اليوم باش تمدوا ستيلوات وبرشة توارخ وحكايات تونسية مزيانة مقرونة مقرونة مقعر الله 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 برشا جو معناها استنى فينا لليوم. الحمد لله يا ربي هكا ليكيب بصحة
باهية وعال العال والحمد لله. قدموا تحية للكرونيكور اللي ديما يكونوا معنا، ولكن كما قلنا يعني الغالب راه حشتوا معاه ديما راهم حاضرين معنا بقلوبهم. تحية كبيرة لسي إبراهيم الشلبي، تحية كبيرة لسي طارق السلمي، تحية كبيرة لسي شكري القديح، أكيد باش يكون معنا أبارتيغ من غدوة. سينو احنا زادا هكا باش نكونوا معاكم في الديبي وباش نحكيو في عديد من المواضيع، فما ضيوف زادا باش يكون معنا بالتليفون ومواضيع حلوه باش تستنى فيكم. بالنسبه لليوم كيما العاده احنا نعملوا دورتنا الموسيقيه المعتاده، صحيح دورتنا المعتاده للكيب، وحمزه بشيخ يعطي صحه كيعمل الدوره نتاعو ويجيب لنا لي زيكستري اللي اختاروهم ليكيب، وانتم تنجموا تفوتيو عليهم في اخر الحصه، تختاروا الغنيه اللي تحبوا تسمعوها فوالا اخر الحصه وتفوتيو عليها بالرياكت. محلية ساعة نلقاو وجه مغشش انا في ولا يبكي مسيكي ولا وجه يبكي ما صح. هذه تحيه لزميلنا امين اللي دائما مشرف على صفحه الفيسبوك. اول اكستري اعطينا يا امنا. حلو برشا شكر شكر يا غانا. بوركوا مانيش هكا متفاجئة، ما استغربش تجي هكا نوع البيت هذا ينجم يجي من عند شكر بايا هكا not better. تجمو تفوتيو عليها على الباج اوفيسيال متاعنا سينو كان تحبوا تسمعوها كما سينو اللي بعدو. سيل ياسر هكا سبيسيال ونشكو بيه برشا يوما. الوغ كي تحبوا تسمعوا الاغنيه التونسيه هذه من جروب التونسي يوما تنجموا تفوتيو على جروب. على فكره قاعد يخدم في خدمه مزيانه على الاخر كوتي موزيكا، قاعد يخدم في حاجه بالحق فوندو صحيح. والله فوندو هذه من اختيار زميلنا صديقنا امين الحجيري. الشيء من مأتاه لا يستغرب عمل فلسفة لا سيد فنان فنان أمين فنان يسمع سميع اكزاكت ما قدموا له تحية اللي بعده وعطينا يا غايب لينا تسأل أحبابك اللي تحبوني والله ما نجموش نستغناو ما نجموش مستحيل ما يموتوش والله. تعرف شو نقول لك؟ هذه البنة، هذه الرطابة، هذه الثيانة، هذه الحب، هذه الغرام، هذه كل شيء بالحق. الموسيقى هذه فضل شاكر الحق، فضل شاكر حاجة أخرى بالحق. حاجة كلاش كيفاش بليلة؟ يظهر لي يتلقب هو ملك الاحساس. يظهر لي ملك الاحساس ملك الاحساس فضل شكر. صوت الحقيقه ياسر حلو، غيت مزيان برشا. امير طرب صبر صحيح. امير طرب صبر انا باش نسمع صوت جورج وسوف. شو تسمى جورج وسوف؟ سلطان الطرب. سلطان الطرب فوالا اكزاكتومون. هذا مسار في السمك امير لا شو تسمى امنا؟ رغب علامه. امير رغب علامه. اما شكون اللي قلت انت توا؟ كاظم الساهر. كاظم الساهر يذل لي انا حاجه تابعه في الموندو تاع العشق هكا تاع صحيح وجو اسمه نزار حباني وفزيت هكا القيصر. القيصر يعطيك صحه قيصر الاغنيه العربيه يعطيك صحه يعطيك صحه امنا فوالا اكزاكتومون فوالا سخي هكا امبورتون حاجه حلوه باش محكمه ولا حافي في القدمين ولا على شكون اخترت فضل شاكر؟ فضل شاكر هذي عبد الله. عبد الله عبد الله حطاب حلو برشا. قال لك اخويا انا استنست وعجبتني الفكره اخويا عود دخلني كل يوم. قلت له كل مره كل مره في الشهر. انت بديت مره في الشهر دخلنا معاك في البرنامج. تحيه لي يا عبد الله سيدي على الشوا الحلو وهكا الذوق الرفيع نتاع ليكيب الكل اللي ديما هكا يشاركوا يعني في ليميسيون تاعنا. هذه طريقتنا احنا باش نشاركوا ايكيب الحياه الكل اكيد معانا في ليميسيون، وانتم زاده باش تشاركوا في ليميسيون تاعنا في جوك على 93.3
من خلال حتى امنا عندها راي زاد راه مش تخرجنا للموسيقى هي تحب قالك انا جو هي ال فو لامور ولا جوا ولا بون هكا هذه هو احنا بيان سور نحبوا الجو والمحبه ان شاء الله ليكم الكل والصحه خاصه وين ما كنتوا قاعدين تسمعوا فينا هكا احنا نبداو ليميسيون نتاعنا برشا جو كي دي سلام فيكم بعد شويه توسويت باش نخليكم مع زازا ورجعنا جوك على 93 وتحفل العشويه جوك على 93 مرحبا بالناس كل اللي التحقت بنا واحنا كيما العاده مكملين معاكم جوك على 90 3 حتى للستة نتاع العشية ودائما لقيت هذا نمشيو تو سويت للتور دو تابل تو سويت التور دو تابل وقيت التور دو تابل كما سبق وقلنا باش نحكيو الجمعه هذه الكل على التحضيرات الرمضانيه وباش نحكيو على الاعمال الرمضانيه بما انه شهر رمضان هو صحيح شهر العباده وشهر الصيام وايضا هو شهر الاعمال الرمضانيه اللي تتسابق عليه القنوات التلفزيونيه بالمسلسلات بالاعمال والمستشهرين زاد لهنا المواطن التونسي اكيد عنده الاختيار اسكو باش يكون ساتيسفي قبل وتوا ما عادش احنا خرجنا كيما العاده للشارع التونسي عملنا طلع هكا على اراء واخدينا اراء التونسي والتوانسه الكل في الغوبورتاج من اعداد بلال الدريدي ان شاء الله رمضانكم مبروك نعاد عليكم بالخير والصحه والعافيه يا رب. بالنسبه لانتظاراتنا السنه من المسلسلات ومن البرامج معناها رمضانيه ان شاء الله نستنى انه تتنحى شويه كراداءة اللي تغاد في السنين الاخر الحق نتاع ربي يضربوا في المجتمع سيهموا بدور كبير في الانحلال والانحطاط الاخلاقي اللي صاير توا على خاطر انت كي تجي تحط الصغير عمره 9 سنين و8 سنين حبينا ولا كرهنا العائله التونسيه تطلع مع التلفزه معناها الصغير بالصيف عليه يتفرج ماشي الناس الكل واعيه باش تعطي لصغارها معناها حاجات معينين يتفرجوا فيه دونك حيتفرجوا فيه الفئات العمريه الكل تجي انت تحط له بطل موشم ويضرب ويكسر ويعمل فيه الكل ويقتل معناها بالصيف حبيت ولا كرهت راك مش تعطي فيه امباكت ومش تزرع فيه حاجه خايبه على الاخر حتى حد ما ينجم يبدلها ويزيدات على الشارع يلقى العنف يلقى كل شيء شهر فضيل نورمالمون واحد يبعد فيه على المحرر مثل الكل مش يزيد يساهم باش انه تنشر معناها منظومه وجيل كامل في السنه. نفضلوا التلفزه التونسيه في شهر رمضان برمجه جديده متطوره ومتحضره معناها تخرج فينا القيم النبيله وتليق بالمشاهد التونسي على عكس العوام السابقه مشاهده متدنيه. مسلسلات رمضان انا عجبني مسلسل الفوندو نستنى فيه سنين ونستنى زاده في براءه يحكيوا عليه ان شاء الله نشوفوا مخير سنين ان شاء الله. برامج انا ما نتبعش نتبع كان مسلسلات معناها اللي يحب يتفرج وحده يتفرج وحده عادي شنو هي وطول يوتيوب وكذا تفرج وحدك في المسلسلات كلون يا كريمه موجود كاميرا كشيله ما عنديش معاه. ان شاء الله رمضان مبروك الناس الكل وان شاء الله ينعدينا بالخير برامج اللي نستناو فيها قاعدين نشوفوا توا سور فيسبوك وسور لي تيلي لي زانونس اللي قاعدين يحكوا عليها على لي بروغرام وعلى المسلسلات وغيرهم بون فما حاجات الحق شدتنا شويه ونحبوا نتفرجوا فيها اي اون بلوس فاز جديده نتاع سامي الفهري المنصه اللي الكترونيه باش تفرجوا عليها والكل اللي انت في الشهر تدفع 8 دينارات بون هي حاجه باهيه وحاجه جديده تدخل في الكولتور دو ميديا نتاعنا اللي احنا توا قاعدين نخدموا على الميديا اكثر اما لكن فما عباد تحب تتفرج شنو السوليسيون ويحبوا يتفرجوا راينا في البرامج التونسيه في السنوات الاخيره فما حاجات محليهم وما شاء الله فيهم خدمه فيهم حاجه مزيانه فما حاجات الحق نتاع ربي ما عجبتنيش تحسها فما شويه مساطه وحنا نحبوا نخرجوا من الدوامه هذيك ومن الحلقه هذيك دونك لازمنا نحاولوا نحسنوا شويه ونصرفوا شويه في برامجنا للمسلسلات والبرامج الحقيقه فما برامج تنجم تتفرج فيها وفيها افاده لكن اغلبيتهم نحسها فيها تهريج وفيها لعب على الذوق ما تشجعش الواحد انه يتفرج فيها خاصه في شهر فضيل كيما رمضان. المسلسلات كيف نحس فما تسابق كبير بين القنوات باش يقدمونا مسلسلات لكن الحقيقه فما برشا مسلسلات ما نجموش نتفرجوا فيها عيله كامله فيها ايحاءات خايبه وفيها سلوكات ما تهمناش احنا كمسلمين في شهر فضيل الواحد يتحرج انه يتفرج فيها مع عائلته ومع صغاره نوليو نلتجئوا للقنوات اخرين على القليل نلقاو شي حاجات تشدنا.
لكن اراء المواطنين سون كاموفلاج سون مونتاج احنا اخترنا باش نبارطاجيو وناخذوا راي قام من قامات الفن والتمثيل في تونس. يسعدنا برشا برشا انه تكونوا حاضره معنا بالتليفون. ان شاء الله مره اخرى تكون هكا حاضره معنا اون بيرسون الممثله القديره اللي نحبوها برشا 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 مدام فاتحه المهدي. مرحبا بيك مدام فاتحه ورمضانك مبروك يا لله. مرحبا بكم وكل ان شاء الله يا ربي كل رمضان كله تقوى وكله خير وكله بركه وكله سلام وبعيشه. قولوا نحن مريحه للتوانسه الكل خاطر مهما كانت نحن ديما راهو في وضع اللي ديما ننتظروا ننتظروا بالمفاجآت الصعبه مش صحيح. الخايبه صحيح ان شاء الله يا ربي بعد كل عامين الكوفيد هكا ان شاء الله كثيرين وحين مع بعضنا برك الله متلقين علينا ما شاء الله ان شاء الله يا رب ان شاء الله ان شاء الله يا رب. مدام فتحي انت كنت معنا كنت تسمع هكا في اراء المواطنين. مدام فتحي انت يعني من قامات الفن والتمثيل في تونس. عرفناك في ادوار معناها ياسر كبيره كما في ضفائر الحقيقه حاجات معناها تقعد في البال وقت اللي كان السيناريو لا فيه ايحاءات لا فيه ساعة بالعكس كانت حتى اللغة العربية قبل تقع هكا ضربات لغة عربية في السيناريو تو ما عادش ولدت معناها هكا سيناريو تبدل ألوغ ما ننكروش الكتابة فما الكتابة تبدلت وتغيرت وتبدلت المواضيع والطرح برشا حاجات تتغير مش كيما قبل اللي أكثرها تكون اجتماعية تعالج في أي تعالج في مشاكل إنسانية معناها حتى في الجهات او في اي معناها في تونس الكبرى صحيح. يعني الناس كل تلقى رواحه فيها كل ولايه تلقى روحها في العمل هذاك معناها نقولوا نحن عمل تبع معناها وطني تبع كل ما هو الشعب التونسي تو فما شويه عاد ولينا بالاختلافات حسب التوجهات حسب كل بلاد وشنو فيها وحسب التطور الاحداث في تونس والموزه اللي خارجه جديده وبرشا حاجات تو هاو اللي احنا مشينا نشوفنا التونسي بيدو الكونسوماتور بيدو اللي باش يتفرج قال لك خويا الرديئه يضربوا في المجتمع انحطاط اخلاقي برمجه ما تغرسش فينا القيم النبيله على كل لون يا كريمه تهريج على كل لون هو على كل لون يا كريمه صحيح اما اسكو هو رمضان تطيب فيه الكريمه تطيب برشا حلويات قعدت هي حتى هي كان الكريمه قاعده نخدموا كان على الكونتيتي الكاليتي حسب رايك انت موجوده في الاعمال الرمضانيه والله اجا نقول لك بس ما نظلموش الناس قاعده تجتهد لكن القنوات الخاصه راهو بساعات هي اللي تهزك التوجه وتعطيك مسار اخر اللي هي تمشي فيه اللي هي تحب تخرج سلعتها وخاصة يمشيوا مع الإشهار صحيح. على ما برشا حاجات هكا تشوف أنت مثلا تو هما اللي حتى اللي سمعت كل يمسكوا في الحوار التونسي صحيح. بالرغم الحوار التونسي ديما ينتقدوا في إنتاجه الدرامي والكل لكن بعد ذلك قاعدين يتفرجوا خير ما تفرج فيه نستهلك فيه هو قال كيما يقول شبيدتنا فلسة لكن الإشكال فيه نحن الإشكال أنه الشعب التونسي أو بصفة أو الأمة العربية ولا كل المسلمين وقت رمضان وكل تلموا على طاولة واحدة كبار وصغار كنا سهرين مع بعضنا نبداو نتفرجوا خاصة في سيت كوم لولاني تلقاها ماذا بيه حاجة اللي كانت المريحة الهزلية اللي دخلوا الضحكة الساعة وتسقطت ما عادش موجودة ما عادش فما سيت كوم هاك تشوف معناها حتى يتعداو ببعض أعمال لا أراك الله مكروه معناها حاجة ابتذال تو ديريكتومون البلا برانسيبال مسلسل فوالا وبالنسبة للشواء نتاع الدراما اللي قاعدة تتعدى خويا عنده زاد شركات تقول لك خويا هذاك هو الناس باش تستهلك واش تحب اللي يتبع الشعب باش يحب لكن هو الشعب مش هو يحب أنت فرضت عليه نمط معين من الأعمال ولا هو ولا يستهلك فيه ولا عنده فيه رغبة ولا زاد يتعايش معاه وقت هو راهو انت التلفزه هي اللي توجهك وتهزك قبل في الوطنيه وانت تذكر في الظفير وضد العاصفه ولا والمسلسلات والدوار وغيره وغيره ما فماش حتى احراج ونحن بدنا توا بعد في الكونفينمون اللي تعاودت الاعاده جيل اخر واكتشاف اخر والناس كل قول يا محلاكم وقداش محلاها خدمتكم وانت شنو عاكس توا العمل اللي تعدى وتنسى يقعد في بعض ذكرت الناس فهمتني او شبيبه اللي يتاثروا كما تقول فوندو او ولاد مفيده ولا غيره فهمت سي نورمال شباب قاعد ضايع وقاعد
راه حتى كيسك راهي تنزع عنده تو البورتابل واليوتيوب قاعد يتفرج فيه. صحيح صحيح صحيح. ما تنجمش تمنع صغيرك دقا يعمل لك وحط لك المسلسل اللي حاجتك بيه كيما تو الصغيره تحط له تشوف له حل. بالضبط صحيح. تو مدام فاتحه يعني تو في من خلال المسلسلات والاعمال الرمضانيه كل عام نشوفوا في وجوه جديده ولكن فما يعني وجوه كما سيادتك انت وكما العديد من الممثلين اللي فاتوا. ليش سمحتي فما موسيقى مواكبه معايا اي هذيك التابية نتاعنا ما نساش نطيحوا فيها شوي. اي طيح فيها خاطر حدا عندك الحق لا طيح لنا في التابية امنه مشكوره جدا. مدام فاتحه كما قلنا يعني تو الوجوه قاعده تتبدل تتغير ايه بتبيع جيل اخر وشباب اخر بتبيع أي. ولكن فما قامات اللي مازالوا معناها كيما سيادتك انت والعديد من الممثلين اللي فما عديد من الادوار يتمشاو معاهم معناها علاش هالغياب الغياب الموجود ما نلقاوكش كيف ما انت في الاعمال الرمضانيه قداش من دور معناها كان يناسبك انت ويناسب ولاد الجيل نتاعك في التمثيل ولكن نلقاوه خذاه معناها ممثل خلينا نقولوها معناها فساعات عبيد تكون غريبه على الدومين تلقاها جات تمثل وهذا ماهوش جديد معناها ولينا لاحظوها الحكايه هذه برشا تعرف شو اللي يكون السبب تقول انت هذا هو معناها كل فلوس بتباع جيب سبونسوريك معاه يجيب الاشهار معاي بيانتون يجيب معاه الاشهار خاصة شبيبة جديدة تبارك الله عندهم علاقات ولا حتى قلت في بعضهم في من اعيانهم ولا شركاتهم ولا شنو يقول كل تحبي مثلا بابا يعطيك الاشهار ويعطيك الفلوس ولا بنتي ولا اي واحد معناها ولا اصحابهم ولا العلاقات الموجودة لان يعني ما بتونس العاصمة مفتوحة على برشا عبيد وعلى قعبات وعلى هذيك هي معناها توا نحن نقولوا نحن كل تنزل مجموعتها السوار عنده مجموعته تسعة إنتاجاتها كل شيء عنده قبل المخرجين أو المنتج تنزل تونسية يعني حكومي يدفع في فلوسه للعمل وللإنتاج اللي يتعدى ويناسب ويناسب الجمهور هو ليه هو يناسب المستهلك وشنو اللي يحب يعدي له نمط آخر وذوق آخر ورداء اخرى بالطبيعه. بالضبط معناها تو انت تبدي قاعده تفكرهم انت الاعمال بالضبط هذا هو يعني العمل غير الماء ولا كل معناها كل كاغت يستهلك وتلوح يستهلك وتتلوح وانت لولا الاعلام واللي يجيبوا فيهم نهار كل بدوا في وجوههم تعرفهم انت هما ردوا فيهم نجوم فما لا نجم واحد عمل ربع ساعه ردوا نجمه ولا نجمه لا لا سامحني هيك يقول لك هي رداء بار في الاعمال الدراميه حتى في الاعلام هي اللي ساهمت في الاشياء هذه مع انه نبعدوا على القناه الحكوميه للخواص الكل هم ساهموا في الاشياء هذه بلول بداوا بشويه بشويه عندك النسمه كانت مع سيدتي العزيزه مع برشا حاجات معناها في سلسلات حلوين معناها عائليه فهمت الحنا باعل دعمت بعض انتاجات محترمه بعدك وتحلل الباب على مصراعي وكل واحد يخدم على روحه بالتوجه نتاعه وبذوقه هو بذوق المجموعه اللي معاه انت ما تنساش اللي تو انت تشوف فيهم الكل شكون اللي خارج العاصمه ممثل خارج العاصمه هذا خارج العاصمه الناس في العاصمه قبل كانوا كل تاع الفرق او المدن الاخرى الجهويه ممثلين موجودين اللي من سوسه واللي من قبصه واللي 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 فهمت هو ما عادش موجودين انا ما تقولوش علي انا باش اي ما عادش ما عادش كل الكعبات نتاعهم وهاك تشوف نادر شكون فتحي دليله فتحي معناها فتحي الهدي ولا فتحي سلمان ثلاث اربع كعبات معناها اللي يزروا معناها هو شويه وكمل ثلاثه سنه ولا عملوا دخل في الفندق اما ما كان غايب كيف كمل وقتاش خدم كمان تو تو ما الغبتور من نشوف لي حل يعطيك الصحة وبرشا ولا جميلة وغيرهم وبرشا برشا مولايلة وبرشا معناها يعني كان سمير جيل كامل نتاعنا ونعيمة نعيمة رجعت في العمل هذا مع الفندق عطت دور آخر ومعناها شخصية أخرى دخلت به وكان ثم ناس تنجح وتخلي طابعة نتاعها وما تنجمش معناها تقول ما تقول كان يعطيهم الصحة قاعدين يخدموا ينجوا أما في الظروف اللي ترى فيها هي توا وأنت تقول لي سامي سهري يعمل في المنصة الجديدة المنصة اي باش تدخل فلوس مثلا حتى لي سبونسور اللي لوجوا عليهم توا هاو بالسيف ما عادش الناس كل فلست ما فهمنيش توا شركات سي كعبتين وكعبه شنو توا هاو ضابطوا على شميت النعوره والبابيون نحن كنا ناكلوا في البابيون في النعوره عرفوا ناكلوا في الشاميه معناها وديك عملت لي غرس
والله شنو اللي قاعد شيء راه معناه بحق وزاره الاعمال الدراميه عندنا شويه الحرق الحقيقه بقدرة ربي تعدى حاجه باهي خاطر تبارك الله من الجزء الاول الثاني ان شاء الله بقدرة ربي يكون باهي لانه زاد الناس مجتهدين و معناها انت باش تكون من متابعي تا الحرق هذاك دو فيس بالطبيعه ديما اولا انت انتبه من الكل راه مش من فهمت حتى بالوضع وحتى كما يفوتوني في الواحد نتفرج في العالم باش تعاودهم فهمت باش انا كما هكا كيما انتم سيادتكم تدعوني وتسالوني باش نعرف فوالا تولي من الميزاج اش فما اش قاعد في الساحه الدراميه والثقافيه شو اللي قاعد يصير خطب اعمال مسرحيه قاعده تعدى ما شاء الله واعمال ناجحه واعمال معناها في التوب وكله ولا يتحدث عليها ولا يجيبوهم ولا يحكيوا عليهم ناس ماخذه جوائز يحكيوا عليهم يجيبوا لي في درج كون هي وفي درج كون هو والاخر هو درجته انا غالب هيك هو تلك هو تلك حدود الله وموجة أخرى وربي صح كان صحيح وكعو صحيح وقت آخر وموضة أخرى وبس مع وقت آخر ودنيا أخرى وذكا هو ربي قدر الخير وكعو نحن مو وراو أجل ما صح إلا صحيح قبل ما كانش أعمال بالعربية ومعناها السلسلة تتعدى بالعربية أكيد يعني بنت الخزاز قاعدة تتطور وغير ذكرت وأقول الحانة اللي تخدم عمل مشترك ما بين تونس وسوريا وأنا كنت موجودة فيه ومجموعة معانا أنا ما خلقت برد ما زلت راها أنت مثلا هوني نسميلك في عبيد ما عايش توقعهم فهمت هيك هو والله للأسف والله للأسف للأسف أما الحمد لله نحن ديما كسبين محبة العبيد وقدر العبيد وخلينا بصمتنا وخلينا اسمنا وكنت ربي مش مشي تمحى وإن شاء الله ديما عنا أمل ديما نقول غدوة خير وإن شاء الله تتحرك والناس تزاد تفيق لأنه قبل المخرجين كانوا هما يسعوا مش يشوفهم ممثلين تو هاو يجيبوا فيهم للي ديهم وكاو يجيهم تو الجمهور اللي يصفق اغلبيته هو اللي يولي يعطيك يعطيك الصحة نقول لكم الجمهور يعطيك الصحة هذا هو على كل ما هو استسهال هو الاستسهال والاستهتار بالعمل الدرامي والثقافي بصفة عامة وبقيمة المبدع فهمت هذا كل راهو زاد عنده ضرب اخر يعني هذا هو ضرب الثقافة والابداع اي بالطبيعه هذا هو والله غالب والذوق المتفرج انا نرتقي بالمتفرج راني انا نهزه معايا باش نهبط له حتى يكون هو معناها هبط في القيمه نتاعو انا نرتقي به انا نزل فوق ما أقول يعني ان شاء الله اللي جاي خير ان شاء الله الحمد لله اللي غوديف موجودين اللي العبيد معنا حتى الجيل توا يعني اللي غوديف على الاقل ساهموا باش الجيل اللي طالعوا هالصغيرات عرفوا معنا القامات الكبيره في الفن في تونس اي في تونس كله لو فما شبيبة وفما برشا ما شاء الله قاعدين تو يرجعوا لك للنوادي المسرح قاعدين يرجعوا لك التربصات يحبوا يكونوا هما بيدهم قداش مش انت مش تقف قدام الكاميرا وانت مش كعمل تربص مش كعمل معناها انك تكون دخيل على اي على دخيل على الدومين ما غالب اي حتى بريباراسيون لي تو معناها جوست استيتيكمون مقبول زيما اسيستون ترويزيام اسيستون يوجه فيه بربي هذه هو هذه حقيقه لا يمكن انكارها مالوغوزمون اما مازال فما الخير الحمد لله هكا الوطنيه تعاون فينا بك اللي غدي بالاعمال اللي ما سنهمش ما شاء الله خيارات وحتى اللي الوجود راهو كيما تحكي على الاولاد اللي موجودين راهو قدم ممثلين قدم لك ما اكتشفهم حد ولاد المسرح هذو كلهم جابهم ورجعوا وشوف العمل كيفاش يطلع لانه بالحق ولاد الدومين فهمت هذه ان شاء الله اللي جاي خير يا مدام فتحة وهذه فرصه بالحق هكا باش كنت معنا وسمعنا صوتك ونتمنى لك ان شاء الله لله رمضانك مبروك وانتم زاده ان شاء الله زاده بالنجاح وبالتوفيق وان شاء الله رمضانكم مبروك ولكل المستمعين تونس كامله والشعب العربي والمسلم الكل يا ربي ان شاء الله يعيشك يا لله مشكوره جدا ان شاء الله يا مدام هكا تكون بحذنا حاضره زاده اون بيرسون ونستضيفوك في استوديو الحياه فم فوالا لو غادي كنت معنا مدام فتحة المهدي خلينا نتناولوا فيت في الموضوع الوغ يعطيك الصحه سي عبلال الدريدي اللي دائما سوغ في التيران حاضر ودائما تمشي تصدم على التونسي وتسالوا الاسئله امتعنا على الاعمال الرمضانيه سباق كما قلنا للقنوات التلفزيونيه ومالوغوزمون قاعدين نعيشوا في هذاك هو سباق معناها تحل القنوات التلفزيونيه الكل مع بعضها الناس الكل والكونسوماتور ولا المتفرج التونسي يبدا يفرز معناها في الشو العمل اللي باش يتفرج عليه توا بدات البوب كما نقولوا احنا او الاعلان على الاعمال الرمضانيه ويبدا المتفرج يعرف روحه في انا قناه باش يتوجه
حمزه فان بالمتبع مسلسلات ديبيتود في والله نتبع في رمضان ما نتفرج في المسلسلات المشرقيه اكثر المشرقيه مسلسلات تاريخيه وكل شيء مي سنه فما من عملاول تبعت برشا مسلسلات الحقيقه عجبوني برشا ومن صدفه الحظ انه سنه مشي تعادوا اجزاء اخرين حلوين برشا باش نقول لك ثم العائدون ثم بطلوع الروح ثم حرقه اثنين وكان يا ما كانش حرقه هذه نعرف اما العائدون و هما يستعدوا في ام بي سي مصر فوالا نتاع شرق نتاع شرق اي ماشي وفي تونس في تونس فما كان يا ما كانش وحرقه اثنين باش نحكيك على حرقه بصراحه عملاول بون تفرجت فيه عاودته خاطر بحكم ليكوت اللي صار وبرشا عباد يحكيوا عليه مسلسل بالحق فيه دراما ابدع فيه لسعد الوسلاتي المخرج تاع المسلسل ممثلين زاد من اكبر القامات اللي معناها صارت في تونس معناها كما نقولوا كلك سواء من اللي بداوا معناها بشي من اللي مثلوا جدد من القدم من الخبرات وكل شيء حصلوا خدمه مزيانه انا سنه زاد قررت باش نزيد نعاود نتبعهم خاطر هذوما المسلسلات اللي عندهم اجزاء والله حابين احنا ندخلوا معنا سيف عمران نقدموا له التحيه مولى الجيش الدور اللي تعرف به في كان يا ما كانش ولكن هو في تحضير وفي تصوير هو سيت كوم ملم بكل شيء سيت كوم بالضبط ملم بكل شيء معناها تلقى فيه نقد السياسه نقد الاجتماع برشا ناس هما لمحاله ما فهموش ملول ولكن على عبد الحميد بوشناس بالحق خاطر خدمه مزيانه لا خدمه حلوه برشا ومحليهم الاعمال اللي يكونوا ماهيش اعمال مبتذله او يعني بالعكس فما دي ميساج بوزيتيف اللي يوصلهم العمل الفني هذاك بلال الوغ نكمل معاك نور لهنا في الحديث على مولى الدجاج قلنا السلسله يا كان يا ما كانش الحق واحد من الانتاجات اللي تنجم تابعوا الكبار والا صغار كيف كما قلت دي حاجه سهله بسيطه فيها كاستينج كبير برشا وقوي كما شفت الممثلين ورجوع انا تصدمت عمي واللي نلقى سوندريون والاميرات فما يعني خيال مزج بين الواقع والخيال وبين القديم وبين اللي قاعدين نعيشوا فيه توا كما قلت لك راهو الناس ممكن في الظاهر من الاول حكمت بعد حلقه طويله انه مسلسل ممكن مش وقته مش متعرفين 21 لكن مع الوقت ومع تقدم الاحداث في باقي الحلقات فهمت العباد اللي حكمه كان مسبق واللي المسلسل يستحق المتابعه صحيح بصفه عامه نحكي على الدراما التونسيه وعلى القنوات التونسيه اللي فما ناس في السنين الاخرانيه ولات قنوات خاصه بطبيعه الحال نحكي هنا ولات تجيب مسلسلات يا مدبلجه يا اما الشرق يا اما شفنا الموضه الجزائريه في المده الاخرانيه دراما الجزائريه اللي يجيبوا فيها ممثل والا اثنين توانسه باش يشدونا معاهم وفي الحقيقه ما عادش نشجعوا على الانتاج التونسي ما عادش نشجعوا الممثل التونسي المبدع الناس اللي قاعده تنتج في المسرح وتخدم وعنا كفاءات وطاقات كما قلنا حتى مع السيده فاتحه المهدوي الحقيقه الناس هذيك نسيناها رمينا جيل كامل جيل كامل ورانا وقاعدين نفركسوا على هويه جديده ضايعه بين الشرق وبين الغرب وبين هو راهو جوست باش نوضحوا حاجه راهو التجديد باهي مطلوب مش التجديد وحاجه تبني على عندك مش اما يعطيك الصحه مش نقصيه كاريمون جيل كامل هو ما تمش لمرحله احقاقا للحق ما تمش اقصاء الجيل الذهبي هذاك معناها برمته ما والله لو كان تقصيها على راسي وانا معاك ما يسالش تعديني اما المشكل لو كان تجيب واحد من القامات هذيك وتعطيه دور مش ثانوي اكثر من ثانوي من غادي ما في الحقيقه فما ناس تقبل فما ناس لا فما شكون يقول لك اعطيني على الاقل نرجع وتشوفني الناس ونسوق لتصويرتي وغدوه نجم نعمل عمل مسرحي باش ترجع لي الناس تفكرني وكل واحد كيفاش يقراها الحقيقه بقى مش كان دراما اكيد في رمضان فما لي سيت كوم اللي حكينا عليهم معناتها ولات ناس نتاع ستاتويات فيسبوك ولصق البعض وعاد سيت كوم فما ناس معناتها استهتار واستخفاف بالعقل نتاع المتابع التونسي والمشاهد اللي نتاع اعطيه بركه هكا يقعد قدام التلفزه هكا ويحط لك هكا الجينيريك تبدا سي بون انت قعدت وهو يلانسي شهر باربع دراج اخرين نتاع اي فوالا نتاع مستشارين وتجاره ولات اعمال ريالمون تجاره الاعمال الرمضانيه هذاك هو معناها ماناش باش كيفاش نقولوا نغطيو الشمس بعين الغربال يعني هذا هو للدرجه شنو هذا هو معناتها للدرجه زعما عندنا فقر في الابداع في الخلق في انتاج فكره نحكي هنا على الاقل على الكاميرا كشيء معناتها ناس نتابعوا في ولينا اون شيرش الحاجات الكوميرسيال اللي تبيع اللي البوز المبتذل الحاجات نتاع هكا الاستخفاف
فوا اللي الخفيفه واللي تبيع. حتى مدام فاتحه قالت مشكوره، قالت اللي في رمضان فقدنا كالسيت كوم والا كالبرنامج، الحاجه اللي تتعدى مع شقاء الفطر اللي تكون معناها العيله كل تبدا ملمومه وتتفرج عليها الناس الكل، فهمتني؟ انا باش نذكر لك بابسط شيء، نتذكر انا صغير نذكر الكاميرا الخفيه نتاع رؤوف كوكا، الحاجه هذيك بصراحه انا ما ريتش ما اروع في البساطه وكالضحكه والضحك معناها لا فما لا رداء لا فما حد شيء. حتى كي خرج القنوات اللي بيا في السنوات الاخرانيه، السنوات الاخرانيه نجح بالباهي وقاعدين نبارطاجيو فيها تونس. ان شاء الله نلقاو كرياتيفيتي من عند هل الجيل اللي طالع، وكي حاجه باهي انه نستقبلوا او نستقطبوا المستشهرين باش العجله الدور والمؤسسه تنجم تعيش، ولكن زاده راه ما ننساوش اللي قاعدين، راه فما امانه زاده اخلاقيه اللي ندخلوا لديار الناس الكل، نمسوا برسك الفئات الكل، الفئات العمريه الكل. الوغ فما لهنا ان كونترا ريالمون اخلاقي ما بين الكونسوماتور والبروديكتور. الوغ ميساج كي نحترموه ونحاولوا نقوم باعمال تكون في يعني في مقام الكونسوماتور التونسي، وقت ما تمسش من الحياة نتاعو او تخدش من الحياة نتاعو، نرجعوا كما العاده نتلموا على كامل على مسلسل ما غير حتى احراج ان شاء الله. اسبيرونتو تبارك الله، ولا شيء كما قال السيد في الميكرو تروتوار على كلون يا كريمه وعند شكون باش ترس. يلا هذه كانت التور دو تابل بالنسبه لليوم. التور دو تابل 90 3 مع نور من 4 على 6. يلا مكملين معكم المشوار، ودائما في نفس الرونق والمقيت هذايا تستناوه ونستناه انا ديجا معاكم تتويت في الكلمه وحكايه. كلمه وحكايه نعطي ساعة لمحة على الأوف وكيفاش تصير العملية متاع التشويق والسوسبنس اللي يعملونا حمزة بالشيخ في الستوديو. هكا يبدأ يشوق يعطيك رؤوس أقلام، ما يحكيكش بالضبط شنو باش يحكي، اللي نتشوقوا أكثر أكثر وأكثر ونبدأوا نستناو في حكيته بدقيقة ودرج. يا مرحبا بكم الناس الكل، مرحبا بكيفة مستمعينا. ما نطولش عليكم، انا كالعاده وفي الوقت ونفس الوقت هذا نجيب لكم كلمه من قعر الخابيه. ايوه اليوم باش نتعرفوا على المقوله الشهيره اللي تعرفنا بها في تونس، باش نشوفوا اصلها منين جاي وشكون قالها وفين السياق قالت. اليوم باش نحكي لكم على مثل كان يتقال في تونس تسمى ومازال يتقال في برشا بلدان. هذا خصوصا زاد يتقال في الصعيد في مصر. المثل اللي يقول كاينك يا ابو زيد مغزيت، كاينك يا ابو زيد مغزيت، كاينك يا ابو زيد مغزيت. هي هكا يتقال على واحد كي يبدا يتعب ويشقى وما يخلط على حتى شيء، والا وضعيته هي بيدها كيف ما يعمل كيف ما يعملش. كيما نقولوا ابو زيد مكسي ابو زيد عريان، زعما شنو هي الحكايه نتاعو. بنو هلال كما نعرفوا كانوا من العرب الرحل، يتنقلوا من بلاصه لبلاصه ومن ارض لارض وين يلقوا الماء والزرع يستقروا. في فتره من الفترات تعدت 8 سنين كاسحين عليهم برشا، الجفاف والقحط قتلهم، الإبل نتاعهم ما عادش تلقى ما تاكل زاده وبدات تموت. وكان هذا السبب نتاع زحف بنو هلال علينا. كيف ولات الوضعيه نتاعهم ما عادش تطاق، اجتمعوا مع الامير حسن بن سرحان وتناقشوا في الوضعيه وقروا باش يبعثوا جماعه منهم تكتشف كاين يلقاوش بلاصه تصلح، وكي يلقاو يرجعوا يعلموهم بالخبر الطيب باش القبيله الكل تتنقل. كان اختيارهم لهنا على بوزيد الهلالي كفارس باش يقود هالبعثه. وافق سي بوزيد اما على شرط، شرط عليهم انه يهز ولاد الامير حسن بن سرحان معاه اللي هما يحيى ويونس. وافقوا وخرج هو وجماعته. بعد بشهر من زمان متعب وشقا وصلوا تونس وانبهروا بالطبيعه والبهرج نتاع البلاد والجمال نتاعها، وقروا باش يعلموا قبيلتهم باش يستقروا فيها. اما قبل ما يتحرك اي واحد منهم داروا بهم الناس الكل من كل بلاصه وهزوهم الملك تونس وقتها اللي هو الزناتي. اللي من مده الزناتي حلم اللي فما جماعه غراب جايين لتونس وباش يكونوا طرف من برشا يجيوا من بعضهم، واللي بجيانهم باش تتسلب الارض والملك منهم. دوب ما شافهم الزناتي ترعب منهم، وكيف سالهم شكونهم ومنين جايين قالوا له نحن حجاج وضعنا في الطريق.
ما صدقهمش الزناتي وسجنهم الكل. السفيرة بنت الزناتي أعجبت بوزيد الهلالي وعدته باش تخرجه من الحبس وتسلك هالو، وقعدت السفيرة تزن على بوها باش تقنعه اللي بوزيد ماهوش فارس كيما يتخيل، أما هو راه مجرد عبد من العبيد. قتلوا يا بابا اش يقولوا علينا الملوك، ولينا نأسروا في العبيد، نحنا رانا كنا نأسروا في الفرسان. راه اقتنع سي الزناتي بكلام بنته وخرجوا من الحبس وردوا يخدم طباخ، أما الحلمة اللي يحلمها ما تخبيتش وما تنحاتش من مخو. وحب يحتاط زناتي أمر أشجع فرسانه اللي هو علام باش يراقبه هل هو جرد معناها عبد وإلا 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 لا. علام راقب 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 موصل لحد شيء، وبوزيد يتصرف كالعبيد، هز حط يهبط راسه وينفذ. نهار علام جاته فكرة طيارة، عمل عرض متاع فروسية وعيت البوزيد في الخيمة بحذاه وآمره باش يطيب للفرسان. بوزيد لهنا ما شدش روحه، ضرب ويجي في قاع الحانوت يقص الخضرة منه وينقز يطل من الخيمة يتفرج في اللي يصير ومتحمس. بعد ما تكشف استجوبوا علام وتأكد من الشكوك اللي فيه وترعب رعبة هي بيدها. كيف سمع من بوزيد كبر القبيلة متاعهم وشنو قاعدين يحضروا وش عندهم من جند ومن قوافل، وسيبوا يرجع لقبيلته بعد ما وعدوا أنه ما يقتلوش. كان نهار قبيلته هجموا على تونس، يرجع بوزيد الهلالي لقبيلته أحكى لهم على الخير والخمير اللي عايشة فيه البلاد اللي كان فيها، وتجمعوا من كل بلاصة وقرروا باش يزحفوا على تونس. وما قعد منهم كان حتى كان عليا مرت بوزيد كانت متعاركة معاه في الوقت ذاك ورفضت تمشي معاهم، وبالفعل بعد شهر ازحف على تونس. بعد 3 شهور ازحف على تونس وكانت حروبات ودمومات. انتصروا الهلاليين علينا بقيادة بوزيد الهلالي وذياب بن غانم، وبعد ما استقروا في تونس بعث سي بوزيد المرته باش تسافر وتجي المستقرهم الجديد، اما رفضت خاطر المطر والخير عم بلادهم من جديد. وجاوبت مرسول بوزيد بكلمة واحدة، قتلوا شوف الخير اللي نحنا فيه وقل له كينك يا بوزيد مغزيت. ومن وقتها الكلمة ولات متداولة وتفرعوا منها برشا أمثلة وكلمات مربوطة ببوزيد وتصب الكلها في نفس الجامية. به حمزة وين سقروا في الأخر؟ سقروا في تونس. في تونس هو هذه اللقطة يذول لي أنا ما فهمتش بالكدي. هو طلع فارس؟ هو طلع فارس هي. أي هو هي الحكايه شنو هو انهم في البريود هذيك صار جفاف وصار قحط معنا في البلاد هذيك اللي كانوا يعيشوا فيها، حبوا يتنقلوا باش هما باش كيما نقولوا يعيشوا هما ويعيشوا الابل نتاعهم وكل شيء. حبوا يلوجوا على بلاصه، مشاو 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 جاوا في تونس. كي حطوا في تونس لقاو البلاد فيها برشا خير وخضار وبحر اما شكوا فيه اللي هو عبيد معناه هاكا كيفاه الحكايه. كي دخل معناها كي دخل معناها هما يظهر عليهم هيئة فرسان، قالوا هذوما معناها جايين مش الحاجه، قالوا مرنا احنا حجاج ضايعين. ما حبوش يكشفوا معناها من الاول هويتهم، ما حبوش يكشفوا خاطر هما ماهمش جاهزين باش يحاربوا باش يحاربوا باش يستولوا على الوضع. يقول لك هانو كان منا ولا منا معناها وصار حبسهم وصار حبسهم ومن بعد تكشف معناها كيما نقولوا بوزيد اما عاش لاباس عليه وصارت هذيك صار الزحف الهلالي وقتها وجاوا الهلاليين وقتها تونس وصار اللي صار وصارت الكلمه هذه اللي هي مرت بوزيد حصيلوا قتلوا كأنك يا بوزيد مغزيت خاطر البلاد اللي هما كانوا فيها صب رجع الخير وصب فيها المطر وكل شيء. كانك معناها ما احتليتش كانك ما احتليتش معناها وهي متعاركه معاه معناها قعدوا فرد معاه متعاركين بالله يرحمهم من على حمزه قبل وقت اللي قال غلبونا في تونس الهلاليين كيف تونس راهو ولاد عمنا بحذاه تونس حسني فرتين تاع منتخب كونتر منتخب الهلاليين هذه هو يعني كلمة وحكاية من اليوم هذه كاينك يا بوزيد مغزيت وتصب في نفس السياق متاع بوزيد مكسي بوزيد عريان. هذه سمحني هنا اخر تدخل بخصوص بوزيد، شنو علاقة بوزيد بك اللي غني قبل كما قالت امنه متاع الفرتات وانت تسخايل لا لا ببوشه هو يقول له يا بوزيد طلع راسك هذا اللي حكى لنا الناس الكل لك ماشي في بالها بوزيد اللي هي ببوشه ولا الفرتات وهذه هي تسخايلها.
الحكيمة طلعت كومبليتمون ديفيرونت على هذه. أعطيك الصحة حمزة بالشيخ على تصحيح المعلومات وأكيد على الحكاية التاريخية هذه الكبيرة واللي أكيد أثرت في مجرى التاريخ في كلمة وحكاية. كلمة وحكاية. كلمة وحكاية. بعد شوية باش نمشيو معك انت بلال في الرادار خاطر ديما يبدا هكا الرادار حاضر سينون تو تفيت نرجعو بالموزيكا ورجعينا جوك على 93 وتحفل العشوية جوك على 93 وكما العادة وقية دورتنا على مواقع التواصل الاجتماعي وأيضا زادة على التوسكي يعني توسكي مقالته التلفز وكل ما هو والرواد انا كيما قالت اونس زاده صحيح بالضبط هذا يقولوا فرادار معك انت بلال سويت فرادار مع بلال الدريدي برشا صار في ال 24 ساعة اللي اتعداو الحقيقة اللي جاي كنا نحكيو فيه في الاوف بليل انا من عشرة على شو باش تحكي بوغ لو مومون خاطر برشا مانيت علاش تحكي لا ما عرفش على شو انت باش تحكي خاطر ديما تعمل لنا سسبونس برشا حاجات صاروا برشا دراما صارت على مواقع التواصل الاجتماعي في التلفز وفي الرويدل الو انت اش اخترت لنا منهم اليوم؟ كنا نحكيو اكيد قبل شويه على حفل توزيع جوائز الاوسكار وهذا كانش مش نحكي فيه انا توا قلت نحكي حاجه اخرى عمل باش نحكي على واحد من اهم الاخبار المتداوله في الفتره الاخرانيه على مواقع التواصل الاجتماعي اخبار بيهم بصفه مباشره صحه 20% من التوانسه اللي اعمارهم فوق 25 عام على اعتبار أن خمس التوانسة يعانيهم المرض السكري هذا بطبيعة الحال حسب ما صرح به عدد من الفاعلين في قطاع الصحة في المدة الأخرانية وقت اللي تحكي برشا على الاضطراب الحاصل في تزود الصيدلية المركزية لمادة الأنسولين من الخارج الاضطراب هذا يرجع أكيد لعدم تمكن الصيدلية المركزية من خلاص مستحقات المزودين الأجانب الشيء اللي تسبب في فقدان عدد كبير من أنواع الأدوية تقريبا 721 نوع من الأدوية كما قلت مفقودين الفترة الأخرانية الأنسولين بطبيعة الحال واحد من أهم الأدوية المفقودة في الفترة هذه باعتبار أنه الدواء الرئيسي لمرضى السكري وقتها شفنا عدد عديد من الدعوات متاع توانسة لتشجيع المخابر المحلية على إنتاج الأدوية الجانسة والبديلة عاد في الإطار هذا واحد من المخابر الصيدلية التونسية وبعد قرابة 8 سنين من الأبحاث أكيد والتجارب يتمكنوا من إنتاج أنسولين تونسي 100% الأنسولين هذا هو الأول اسمعنا بها الحقيقة والله أنا واحدة من الناس فرحت أكيد مثل مش واحد من الجمش يفرح خاصة أنه دواء حيوي أقبل أنه تونسي هذا اللي يضمن لك استمرارية التزود بدواء هذا الفترة الأخرانية بالحق ناس كانت مرعوبة مفجوعة من انقطاع التزود بالأنسولين هذا بالحق دواء حيوي تصور أنت المرضى اللي في تونس بالآلاف عددهم مش القار واحهم مهدين بالاختار به كما قلنا في الأنسولين التونسي هذا هو الأول من نوعه في إفريقيا والعالم العربي هذا إنجاز في حد ذاته لهنا كيف كيف الإنجاز الثاني على أقل المستوى الفردي متاع التوانسة واللي همهم صفة مباشرة هو ناحية الثمن متاعه اللي بش يكون في حدود تقريبا 17 دينار وبالتالي الدول اللي قاعدين يتزودوا به في المدة الأخرانية واللي متعارف عليه الأنسولين اللي من الخارج يتكلف 137 دينار معناتها فرق كبير برشا هذا كبير برشا هذا كيف كيف على المستوى الوطني يوفر قرابة 30 مليون دينار في العام بالنسبة للصيدلية المركزية كيف كيف الأنسولين هذا باش يساهم في تحقيق نسبة مرابيح في حدود 63% بالنسبة للصيدلية المركزية والصناديق الاجتماعية الصناديق الاجتماعية اللي هنا أعطت موافقتها أكيد بالتكفل بتغطية مصاريف العلاج بالمنتوج هذا بالنسبة للمشمولين بالتغطية الاجتماعية بعد الموافقة متاع لكنا من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من المنتظر أنه يتم توزيع الدواء هذا في الصيدليات التونسية الأسبوع هذا تقريبا يلزم يكون موجود في صيدلياتنا الأخبار والإنجاز هذا خلى أكيد غرفة صناعة الأدوية تدعو السلطات إلى تحقيق إلى دعم عفوا الصنع المحلي في مجال الأدوية والعمل على تطوير التشريعات وتسهيل الإجراءات الإدارية باش نحققوا على الأقل شو نقولوا احنا الاكتفاء الذاتي من الأدوية متاعنا خاصة وأنه مش الدواء بركة مفقود وأغلب الأدوية المفقودة هي تهم عدد كبير من الشرائح العمرية الموجودة في تونس اللي عندها أمراض مزمنة وإلا خطيرة
ودويتها مفقودة الحقيقة عندها برشا. صحيح. بركي منك ما نجمش نتعدى ما نحكي. لا أكيد الحقيقة يعطيك صحة وأخبار دار برشا على المواقع التواصل الاجتماعي ممكن ويبشر كان بالخير إن شاء الله يتحقق على أرض الواقع في ساعة في ساعة معناها وما نستناوش برشا خاطر باش يحل برشا مشاكل ديجا. هو الصيدلية المركزية عفوا بدات في توزيع على الصيدليات. بالتقسيم معناتها نورمال ممكن كيما قلنا يبدا موجود الأسبوع هذا في الفارماسي نتاعنا. قال يلزمك وصفة طبية بطبيعة الحال باش تشري الدواء هذايا. نستناو أكيد ما نعرفش أنا راه فما أكيد اجتماعات وتنسيق بين مختلف الأطراف من الصحة العمومية باش الجهات الكل أكيد تتزود به الدواء هذايا وما تنقص حتى ما يعني ما يكونش ناقص في حتى جهة ويكون متوفر معناها وإن شاء الله زاد ما نلقاوش محتكرين زاد في هاي ديجا بدا بالحديث من توا قبل حتى مخرج السوق التونسية على إمكانية تصديره لبرا. أيوة. واش باش يحزن هذا وقتها خلينا نكفيو روحي احنا وبعديك يعمل الله دليل يا خويا حاجه خاطر كيف من هكا الحقيقه تحسب لرصيدنا وحاجه منجمو كان نفرحو كي نسمعوها. يعطيك صحه الحقيقه بليل اللي عرجت على هالخبير هذايا في الرادار لليوم. الرادار مع بليل الدريدي. هكا وصلنا لنهاية الميشن تاعنا لليوم. مشكورين الناس الكل 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 يتابعتونا كسوا على فام وإلا فيا فيسبوك ولا على الانترنت. أكيد احنا دائما معكم كما كل يوم الاثنين حتى الخميس من الأربعة حتى الستة. شكر كبير لكيب الكل أمنت لكم الحصة. زميلنا أمنا بوخيت, زميلنا شكر, زميلنا سهيل في الديجيتال أونس, أكيد نقدموا لها التحية. الزملاء زميلنا حمزة بشيخ بليل الدريج, وكنت معكم نور بيجي من قدام ميكو. إن شاء الله غدا نتلاقاو معكم في نفس التوقيت. لازم نقول اللي غنية شكر اللي هي اللي ربحت لليوم نا باتر اكزاكت معاك باش خليكم مع الموزيكا وقولكم تبقى على الخير. جوك على 90 3 وتحفل العشويه 1 2 3 4. من الاثنين للخميس من الاربعة للستة تلقى جوك على 90 3 وحفل العشوية بالموسيقى والثقافة والربح مع نور وليكرونيكور في جوك على 90 3 على الحياة فام. حفالي وجونا عالي.